إذن السيطرة على ما تنتجه أوكرانيا لا يحمل فقط الفائدة الاقتصادية لروسيا وإنما السياسية، ويزيد من قدرتها على التأثير. فمع كل سلعة هناك مستورد يمكن تعزيز العلاقات معه، وآخر ربما يمكن الضغط عليه. هذه مثلا خريطة مستوردي الذرة من أوكرانيا، لكن حين يكون المصدر هو روسيا سيكون لديها ورقة ضغط جديدة على ليتوانيا وهولندا، وهما بالطبع من دول الناتو. الحال مع القمح لا يختلف كثيرا، الدول صاحبة الكثافة السكانية العالية من بين المستوردين، ولا ننسى أن من بينها الهند. ولذا فإن كانت نيودلهي تفكر في الاستجابة للضغوط الغربية فيما يتعلق بالعقوبات على روسيا، فهناك سبب جديد كي تلغي هذا التفكير. ماذا عن الشعير؟ تظهر مصر وتركيا وليبيا من بين المستوردين. علاقات الدول الثلاث جيدة مع روسيا، لكنها قد تتطور إلى مستوى آخر في حال ازداد التبادل التجاري والاعتماد على الشعير الأوكراني إلى جانب الروسي. أوكرانيا كذلك معروفة بأنها مصدر هائل للزيوت النباتية، وتحديدا زيت عباد الشمس. طبعا نلاحظ أن الهند ونيبال مجددا من بين المستوردين، أما الصين فلن تكسب روسيا شيئا من تصدير الزيت لها، فهما أصلا في معسكر واحد.